بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم أحمد العربي من مدونة مايكروتك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك مايكروتك إفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة المدونة كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا يهم جميع الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء المهتمية بالمايكروتك الراوتر بورد أو الكيسة. سكريبت اليوم بعنوان تحديد سرعة مشاهدة فيديوهات اليوتيوب وجميع المواقع التي يوجد بها مشاهدة أو تحميل بسكريبت عبقري من صناعة الأخ محمد الزبيدي. محمد من اليمن ومن الأصدقاء الشخصيين بعت لي السكريبت علشان أجربه، وبالفعل تم تجربة السكريبت والسكريبت يعمل بشكل سليم جدا جدا. السكريبت طبعا مجانا يا شباب، السكريبت به خطوات سهلة وبسيطة نعملها مع بعض على المايكروتيك. هشتغل على المايكروتيك الراوتر بورد أو الكيسة. هنشرح النهاردة على الراوتر بورد 951 يو اي من الرواتر الجميلة جدا جدا ذو الرامات 128. تعالوا نشوف النهارده يا شباب الاعدادات بتاعتنا الافتراضيه عادي من الاي بي ادرس ليست، وطبعا الانترفيس والتسميه بتاعت الكروت والدي ان اس والاي بي راوت. طبعا هنشوف السكريبت يا شباب هينزل فين بالظبط، هنبدا نعمل بعض الخطوات يدويا وبعض الخطوات هنبدا ناخدها في نيو تيرمينال. اول شيء ندخل على سيستم على السكيدولر وهنبدا نعمل اضافه خاصه بالفيديو. السكريبت ده فايدته يا شباب، السكريبت اول حاجه من خلاله بتقدر تحدد سرعه داونلود تحميل لطبعا الفيديوهات اللي موجوده على مواقع مختلفه، طبعا زي مواقع اليوتيوب، وعندنا طبعا مواقع الإباحية، وعندنا اي فيديو بيظهر طبعا على اي موقع زي مواقع التواصل الاجتماعي. تاني حاجة بتقدر تتحكم في المشاهدة من خلال السكريبت ده شباب، يعني تقدر تحجم العميل خالص ان هو يشتغل تصفح كويس دون الحاجة للتحميل الشديد والسريع. وعارفين طبعا موقع اليوتيوب من المواقع اللي عندك طبعا استكمال البيانات في برنامج داونلود بتبدأ ان هي تستكمل وبيفتح معاك بورتات كبيرة وبورتات عديدة، وممكن بنقول ان هو اكبر مشكلة وهو مشكلة موقع اليوتيوب في التحميلات او المشاهدة. عارفين ان بعض العملاء بتحب ان هي تشاهد الافلام الجديده او المسلسلات او بعض الحلقات الدينيه من خلال موقع اليوتيوب مباشر على طول، وفي ناس تانية بتحب تحمل طبعا الحلقه او الفيلم او المسلسل علشان يكون عنده على اللاب او الكمبيوتر. فدي مشكله طبعا خاصه بتواجه الاعضاء اللي موجودين معانا في مصر والاعضاء اللي موجودين في اليمن او اي دوله عربيه بتحدد سرعه الجيجات او شغاله بنظام سياسه الاستخدام العادل. تعالوا نركب السكريبت على الراوتر بورد اللي موجود معانا ونشوف طبعا الفكره هتكون معانا ازاي. اول حاجه هاخد معايا كلمه فيديو من خلال السكريبت، او لو حابب ان انت تكتبها بايدك الموضوع بسيط، بس خلينا في السكريبت علشان ما يحصلش معانا اي اختلاف. اول حاجه يا شباب هدخل عليها من خلال قائمه سيستم سكيدولر، هبدا اعمل اضافه لسكيدولر. السكيدولر فايدتها ايه يا شباب؟ ان هي هتبدا تولد الايبهات الجديده للمواقع علشان تقدر ان انت تشتغل بدون اي مشاكل، او يقدر التحديد بتاعك في المشاهده او التحميل يشتغل باستقرار تام في تجديد الايبهات الخاصه بالمواقع، طبعا الاباحيه او موقع اليوتيوب او اي موقع طبعا بيكون فيه فيديو او تحميل. تعالوا ندخل اول حاجه طبعا في النيم، هنبدا نعمل بيست هنا ونيجي تحت هنا نقول بيست، وبعد كده هنقول ابلاي اوكي. تاني حاجة هندخل على السيستم، هندخل على السكريبتس، هنبدأ نعمل الإضافة اللي موجودة معايا وهنقول هنا النيم بيست. هدخل على السكريبت بتاع شباب، هبدأ طبعا أحدد الجزء اللي فوق ده اللي في الأعلى ده شباب، هقول كوبي، وبعد كده هاجي هنا في الأسفل هقول بيست، وبعد كده هرفع للنهاية وهاخد طبعا أول السكريبت كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هقول أبلاي وأوكي. ادخل على السيستم سكيدولر، هبدا اعمل تمام هنا الستارت تايم اهي ستارت اب، وبعد كده هقول هنا كل دقيقه او كل دقيقتين، هقول كل دقيقه ان هو يبدا ان يعمل توليد للايبهات او يبدا يفعل معانا السكريبتس ان هي تشتغل، وعلى حسب الراوتر بورد اللي موجود معاك. الامكانيات طبعا في السكيدولر بتختلف من راوتر للتاني ومن كيسه طبعا للراوتر بورد. الامكانيات العاليه في الكيسات او في الراوتر بورد فممكن تعملها مثلا كل دقيقه، طبعا الرواتر اللي بتكون ضعيفه ممكن تخليها كل 3 دقائق كل 5 دقائق، الموضوع بسيط. هنقول ابلاي اوكي. بعد كده هندخل على الاي بي فاير وول، عندنا هنا الريال 7 بروتوكول، عندنا هنا سكريبت خاص ممكن تضيفها يدوي يا شباب وممكن تضيفها من خلال السكريبت اهو جاهز، موضوع بسيط. هنقول طبعا هنا في النيو تيرمينال هنقول بيست، هنضغط هنا ضغطتين بدا ان هو السكريبت ينزل معايا، ممكن تضيفها يدوي بدون اي مشاكل، بس هتبدا ان انت تضغط على النيم بتاعك هنا او تسميها اليوتيوب. تمام،
طيب بعد كده هدخل على المانجل. عندنا هنا 3 سكريبتات في المانجل اهو، اخر حاجه او قبل الاخيره اهي، الفاير وول مانجل اهي. طبعا كل الحقوق موجوده للاخ محمد، لان محمد تعب في السكريبت، سكريبت جميل جدا جدا. هنقول هنا بيست يا شباب زي ما انتم شايفين. عندنا هنا 3 سكريبتات نزلت او 3 ايتمز نزلت في المانجل. هندخل بعد كده على الكيوز يا شباب اهيت. عندنا هنا الكيو تايب وعندنا هنا السيمبل، تمام. هندخل على اخر حاجه وبعد كده هنجيب السكريبت بتاعنا الاخير اهو زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا التحديد من خلال السكريبت او الكيو تايب اهي. هنقول هنا النيو تيرمينال، خلاص بدأ ينزل معايا اضافه ال 11 اللي هي زي ما انتم شايفين ده شباب. هنا طبعا 300 كيلو زي ما احنا شايفين. وعندنا هنا زي ما انتم شايفين اول طبعا الاجمالي بتاعي، لو انت مشغل فيديو على اليوتيوب فبيبدا يعد معاك زي ما انتم شايفين كده. تعالوا ندخل على اليوتيوب يا شباب، نجيب اي طبعا حاجه كده نشغلها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. هبدا في الصوت بس كده مع بعض، وطبعا التحميل اهو يا شباب. هنبدا نحمل مثلا بالاتش دي زي ما انتم شايفين. بدأ السكريبت معايا في المانجل ان هو يشتغل. هنبدأ نعمل تحميل اهو زي ما احنا شايفين. احنا شغالين على كام يا شباب؟ على طبعا 40 كيلو بايت زي ما انتم شايفين، 50 طبعا بيعد معايا هنا كويس اهو، شغال كويس اهو. طيب تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا جدا يا شباب، وهي طبعا من خلال السكريبت ده اقدر ان انا احدد التحميل بتاعي واقدر اشوف المشاهدة في نفس الوقت، تمام. طيب تعالوا نتكلم في حته ان انا حضرتك طبعا انا شغال بنظام الهوت سبوت، انا شغال بنظام الهوت سبوت حاليا اهو، الاي بي هوت سبوت. وطبعا انا طبعا اكتف حاليا اهو زي ما انتم شايفين. عندنا هنا الماك 66 دي اف اهو، لو دخلنا شفنا الماك بتاعي 66 دي اف اهو، علشان نتاكد بس من كل شيء يا شباب في التجربه، تمام 66 دي اف. طيب بعد كده تعالوا احنا شايفين طبعا انا حاليا واخد السرعه بتاعتي ديفولت، يعني انا شغال على الديفولت يا شباب، تمام. هتلاقيه هنا مثلا في الاكتيف عندي هنا طبعا مش شغال او مش ظاهر لان انا واخد سرعه ديفولت. طيب انا حاليا بحمل بكام؟ 25 40 50. طيب تعالوا بقى نفتح السرعه بتاعتنا من خلال الكيو اهوت، تعالوا نشوف الدنيا ماشيه معاها ازاي. هنصغر دي كده شويه مع بعض يا شباب، تمام اهو. تعالوا كده نبدأ مثلا اهوت علشان الحقوق. هنقول هنا مثلا بدل 300 نقول مثلا 500 كيلو. تعالوا نشوف كده، شوف السرعة بدأت تزيد معايا ازاي يا شباب، على طول في لحظات بسيطة جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. شوف السرعة رفعت معايا خالص 500 كيلو زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين يا شباب، تمام. تعالوا كده مثلا نخليها مثلا 1 ميجا اهي. شايفين يا شباب؟ طبعا لو رجعنا تاني زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حابب ان انا اعمل ايه يا شباب، عاوز اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا، وهي ان انت تخلي الايباد بتاعتك زي ما انتم شايفين، شايفين السرعه يا شباب، تخلي الايباد في السكيدولر اهي علشان تظبط التجربه افضل. تخلي الايباد كل دقيقه مثلا اهي، كل دقيقه. تعالوا نشوف الايباد اللي انا بكلمكم عليها من ساعتها. طبعا اهي هندخل على الفاير وول زي ما انتم شايفين، ادرس ليست زي ما انتم شايفين. بدأ يظهر معايا ايه؟ طبعا الايبات موجوده اهيت، لو مسحتها هتلاقي تظهر على طول تاني، كل دقيقه تبدأ تظهر معايا ايبات طبعا اللي هي بتاعه المواقع اللي احنا طبعا ثبتناها في السكريبتس، تمام. زي ما انتم شايفين كده ايه، الواحد ميجا معايا اهيت، تمام. بدأت الايبات تظهر تاني، كل دقيقه هتبدأ ان هو يحدث الايبات بتاعه الفيديوهات اللي موجوده، تمام. طيب تعالوا كده اهو، لو احنا شفنا مثلا اهو ده 1 ميجا، نقول مثلا 2 ميجا اهو، بيبدأ يزيد معاه زي ما انتم شايفين. بدأ ايه يوصل اهو 170 180 اهو زي ما احنا شايفين 190. تعالوا مثلا نقول 5 ميجا اهو،
تعالى شوف كده، هتلاقي الدنيا عدت معاك خالص، بقت 250 اهيت ماشي زي ما انت شايف كده، طبعا 300 350 زي ما احنا شايفين، 400، الدنيا عدت خالص، الدنيا طارت في السحاب. تمام، هنقول مثلا 10 ميجا اهو، هتلاقي خلاص بقى بقيت انت ايه، عديت الواحد ميجا زي ما انتوا شايفين. تمام، 700 800، هتلاقي 1 ميجا. تمام، 1 ميجا، يبقى السكريبت تمام. هنرجع بقى نعمل ايه يا شباب، هنقول 100 كيلو. تمام، هنقول ابلاي. شوف بقى، شوف الرجوع بتاعك، شوف الرجوع بتاعك، يعني الرجوع في الحال ان السكريبت شغال كويس جدا جدا. التجربة يا شباب طبعا خدت مني وقت كبير في الشرح، حاليا 15 دقيقة بس، اهم شيء التجربة. تعالوا بقى نشوف يا شباب حاجة تانية غير التحميل، هنقفل بقى التحميل خلاص، احنا شفنا التحميل كده دلوقتي. شوف طبعا هنا بقى الدنيا تمام، في لو ما نعمل كده تحديث للموقع من البداية. تعالوا كده نشوف التحديث بتاعنا على الموقع. زي ما انت شايف اليوتيوب طبعا مش عاوز يفتح خالص، الدنيا بطيئة معايا جدا. عندنا هنا زي ما انتوا شايفين السحب طبعا شغال كويس جدا جدا اهو. تمام، زي ما انت شايف اليوتيوب مش عايز يفتح، ليه؟ لان هو عندنا هنا 100 كيلو بايت. لو احنا خليناها مثلا 1 ميجا، لو احنا خليناها 1 ميجا اهو، طيب خلينا كده شغالين، نعمل تخطي للاعلان ده. تمام، طبعا عندك هنا المستويات الخاصة بالرؤية، مفيش الاعدادات خاصة طبعا بجودة الصورة. عندك انت شغال حاليا على 240، الدنيا في الضياع خالص. تعالوا شوف الموقع مش عاوز يفتح، احنا عملنا 1 ميجا بس ما عملناش ايه، ابلاي. شوف اما نعمل ابلاي يا شباب، اوكي زي ما انتم شايفين الدنيا بدأت تشتغل معايا. عندك هنا السرعة بتاعت الموقع، تمام الدنيا كويسة جدا جدا. تمام، زي ما احنا شايفين لو جينا حملنا هتلاقي نفس الفكرة. طيب تعالوا نرجع تاني تعالوا نرجع تاني زي ما انتم شايفين اهو، هنرجع تاني مثلا ايه على 50 كي، ابلاي خلاص، يعني هو يخلص الشوية اللي كان مخزنه معاك هنا والدنيا هتقف على كده. تمام، هننتظر لحظات يا شباب ونرجع تاني اهو، خلاص كده الفيديو يقف خلاص اهوت يا شباب، خلاص ما عادش هيتحرك خالص، مفيش انترنت طبعا مشغله خالص معانا زي ما انتم شايفين اهو، خلاص الدنيا وقفت معايا اهي، الدنيا وقفت معايا يا شباب. لو دخلنا على الاي بي فاير وول، في طبعا اهي الادرس ليست زي ما انتم شايفين، عندنا هنا 13 اي بي بدأ يفتح معايا. السكريبت جميل جدا جدا يا شباب، واحنا بنقدمه هدية لكل الاعضاء وخاصة اعضاء مدونة مايكروتك افريقيا، وبنشكر الاخ محمد الزبيدي زي ما انتم شايفين. تعالوا كده نشغل الفيديو، عايزين نشغل الفيديو مثلا 500 كي اهو، ابلاي، هننتظر لحظات صغيرة هتلاقي الفيديو يشتغل معاك اهو، هنقول اوكي. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا التجربة ناجحة، التجربة جميلة جدا جدا، نفس الفكرة هتلاقيها في الداونلود. لو حملت داونلود اهوت، عملنا داونلود مثلا الملف ده اهو، هنقول اهو، هنقفل الموقع خلاص، الداونلود معانا زي ما انتم شايفين. عندنا هنا اهوت المفروض ان انا بحمل طبعا حاليا بكام، ب 500 كيلو بايت زي ما انتم شايفين اهو، 50 60 مثلا اهو، الموضوع والفكرة جميلة جدا جدا. 75 عندك اهو، 90 بقينا في المية. تمام، عاوز اخليها مثلا 50 ميجا مثلا، لا هو كام الخط، كام اخره عندي، كام على ما اظن، مش عارف 20 ولا كام، 20 ميجا، هنقول ابلاي. زي ما انتم شايفين التحميل بدأ يرفع معاك لاخر سرعة موجودة عندك في الخط. تمام، هيبدأ يعدي معاك بقى مثلا الواحد ميجا، الاتنين، على حسب الاتصالات مش فاتح طبعا الاتصالات ببرنامج الداونلود زي ما انتم شايفين. الموضوع جميل جدا جدا، ياريت يفيد الأعضاء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.